السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم من جديد في درس اليوم. درس اليوم يتضمن مجموعة من العبارات نحتاجها في حياتنا اليومية للتواصل باللغة الفرنسية. ونبدأ بأول عبارة: أنا ليس لدي شيء أخفيه. بالدرجة ديالنا كنقولوا أنا ما عنديش شي حاجة نخبيها بالفرنسية. Je n'ai rien à cacher. Je n'ai rien بمعنى أنا ليس لدي شيء أكاشي لإخفائه. Je n'ai rien à cacher. تاني عبارة: أنا أصلي 5 مرات في اليوم. بالفرنسية: Je fais la prière 5 fois par jour. Je fais la prière. أنا أصلي 5 fois 5 مرات par jour في اليوم. Je fais la prière 5 fois par jour. تالت عبارة: أنا أقرأ كتابا عن الجنة. بالفرنسية: Je lis un livre sur le paradis. Je lis, أنا أقرأ, un livre, كتاب, sur, عن, le paradis, الجنة. نمر إلى العبارة الرابعة: لا يجب أن يدخل إلى غرفتي. بالفرنسية: Il ne faut pas qu'il entre dans ma chambre. Il ne faut pas, لا يجب, qu'il entre, أن يدخل, dans ma chambre, إلى غرفتي. العبارة الخامسة: الباب مفتوح, أنا سأغلقه. بالفرنسية: La porte est ouverte. Je vais la fermer. La porte, الباب, est ouverte, مفتوح. Je vais la fermer, أنا سوف أغلقه. سادس عبارة: لا تتكلموا عن العمل. نحن في عطلة. بالفرنسية: Ne parlez pas de travail. Nous sommes en vacances. Ne parlez pas, لا تتكلموا, de travail, عن العمل. Nous sommes, نحن, en vacances, في عطلة. Ne parlez pas de travail. Nous sommes en vacances. نمر إلى سابع عبارة: كل واحد من أطفاله لديه غرفته الخاصة. بالفرنسية: Chacun de ses enfants a sa propre chambre. Chacun بمعنى كل واحد, de ses enfants, من أطفاله, a لديه, sa propre chambre, غرفته الخاصة. Chacun de ses enfants a sa propre chambre. عبارة أخرى: هم يعيشون معا. بالفرنسية: Ils vivent ensemble. Ils vivent, هم يعيشون, ensemble, معا. Ils vivent ensemble. عبارة أخرى: أنا أحب أن أعمل في صمت. بالفرنسية: J'aime travailler dans le silence. J'aime, أنا أحب, travailler, أن أعمل, dans, في, le silence, الصمت. J'aime travailler dans le silence. عبارة أخرى: هو يشبه كثيرا أباه. بالفرنسية: Il ressemble beaucoup à son père. Il ressemble, هو يشبه, beaucoup, كثيرا, à son père, لأباه. Il ressemble beaucoup à son père. عبارة أخرى: المقابلة مرت جيدا. هذه العبارة نستعملها عندما نكون قد قمنا بمقابلة من أجل العمل. بالفرنسية: L'entretien s'est bien passé. L'entretien, المقابلة, s'est bien passé, مرت جيدا. نمر إلى جملة أخرى: أنا لا أرى أي فرق. بالفرنسية: Je ne vois aucune différence. Je ne vois, بمعنى أنا لا أرى, aucune, أي, différence, فرق. عبارة أخرى:
أنا فقدت قوتي بالفرنسية j'ai perdu ma force. J'ai perdu أنا فقدت ma force قوتي. عبارة أخرى أنا سأحل المشكل بالفرنسية je vais résoudre le problème. Je vais résoudre أنا سأحل le problème المشكل. نمر إلى عبارة أخرى هو ما أعطاني الوقت لأفكر. بالدرجة ديالنا كنقولو هو ما أعطانيش الوقت باش نفكر بالفرنسية il ne m'a pas donné le temps de réfléchir. Il ne m'a pas donné هو لم يعطيني le temps الوقت de réfléchir لأفكر. ابنه بعيد عنه بالفرنسية son fils est loin de lui. Son fils, ابنه, est loin, بعيد, de lui, عنه. Son fils est loin de lui. نمر إلى عبارة أخرى. هو غالبا متأخر عن العمل. بالفرنسية. Il est souvent en retard au travail. Il est, هو, souvent, غالبا, en retard, متأخر, au travail, عن العمل. Il est souvent en retard au travail. عبارة أخرى. إنه وقت الاستراحة. بالفرنسية. C'est l'heure de la pause. C'est l'heure. إنه وقت la pause. الاستراحة. C'est l'heure de la pause. عبارة أخرى. أبي ليس عجوزا. بالفرنسية. Mon père n'est pas vieux. Mon père, Abby, n'est pas, Leïsa, vieux, عجوز. عبارة أخرى. القانون هو نفسه للجميع. بالفرنسية. La loi est la même pour tous. La loi, القانون, est la même, هو نفسه, pour tous, للجميع. عبارة أخرى. إنها النهاية. بالفرنسية. C'est la fin. C'est la fin. كانت هذه آخر عبارة في هذا الدرس. كنتمنى تكونوا استفدتوا منه. وإذا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالدعم ديالكم بلايك الفيديو وبارطاجيوه مع الأصدقاء ديالكم. وشكرا على المتابعة ديالكم وبسلام عليكم حتى الدرس الجديد.